أنا صراحة كتير بيهمني هيك روح التمرد يضل موجودة بأفراد المجتمع. عنا بلبنان بسمع كتير أمثلة أنا ما بحبها، مثل إنه الإيد اللي ما فيك عليها بوسة ودي عليها بالكسر. أنا رأيي لا تبوسة ولا تدعي عليها بالكسر. وصراحة حتى وقت اللي كنت بعز دين الاعتقال كنت أقول بيني وبين نفسي إنه إذا ما طلع شيء من هالاعتقال إلا إنه فيما بعد الأجيال اللي جاية رح يخبرون إنه في إنسان رفض يزعن ورفض يقبل ورفض يشهد على ما بده يشهد عليه ومات تحت سبع أرض على إنه يخضع مثل ما خضعه الكل ويحط روسه بين كل هالروس مثل ما بيقال عنا بلبنان. أنا صراحة هالمفهوم كتير بيهمني، يعني إذا ما وصل للأجيال بتيجي من بعد منا إلا هالمفهوم إنه الإنسان يضل حر، أنا بكون وصلنا حقي وبعتقد إنه وصلنا حقي. يعني مثلا بتعرف قديش أنا قاطع من هون؟ بتصدق إذا قلت لك إنه بال4114 يوم وكل القطعات يلي قطعتهم يلي أنا بقدرهم يمكن يكونوا 6000 مرة قاطع من هون ولا مرة شايف شيء من هون؟ بس ما كنت أعرف إنه هون في تخوتي، ما كنت أعرف إنه هون في حياة، بعرف حياة كنت حس إنه في حياة بس إنه كيف هو إنه هيك مثل ما نحن شايفينه هلأ على الإطلاق. بتذكر مرة صار معي شغلة كتير كتير طريفة، كنت قاعد بالزنزانة أحد بالليل وإذ بسمع هيك فجأة، يعني كيف أنت مثلا تسمع صوت شي بيوقع، بسمع هيك صوت عالي دقة القوات تق 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 تق، بسمعها عشي مرتين ثلاثة وبتختفي. عمل غلبت فكرت شو هو هيدا، طب مين عم بدق دقة القوات بهالشكل؟ تاني يوم كان عند المحامين مثل العادة كل تنين بيجوا المحامين تيزوروني، على هامش الزيارة عم بسألهم إنه شو في بالبلد شو كذا، قالوا لي مبارح كان في مباراة للحكمة وربح الحكمة وولع لك هالملعب وبلش يدقوا تا 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 تا. دغري ربط الخبرية باللي سمعته مبارح، وبالتالي كان في تلفزيون صغير قاعد الرتيب وحد منه العسكرية عم بيحضروا الماتش، وبهالوقت هذا بهالكم ثانية سمعت الدقة اللي أنا فكرتها دقة القوات اللي هي بذات الوقت دقة الحكم. هاي الزنزانة رقم واحد، هيدي أول زنزانة نزلت فيها قعدت فيها شي 24 ساعة. بهالزنزانة هيدي أول ما وصلت، هاي الزنزانة ضيقة مش واسعة، يعني إذا بدك وسعة كله سوا هالقد بيطلع. ضليت أول ساعة 2-3-4-5 هيك كل الوقت، طبعاً إيدي ورا ظهري والطماشة عيوني بخلوك هيك ساعتين 3-4-5، يعني تا بس يحسوك تعبت رح توقع ساعتها بيخدوك على التحقيق. بيخدوك على التحقيق مش تيحققوا معك مزبوط، يعني بيخدوك على التحقيق تتصير جاهز تقول اللي بدهم إياك تقوله. ها طالما قلته بيرجع برجعوك بوقفوك بنفس الطريقة لحديت ما تعقل وتقرر تقلهم يلي بدهم انه هن تقلهم اياه. الزنزانه رقم اثنين، عمليا ما كانت زنزانه هاي، هون كانت تواليت تبع العسكريه والرتبه. بما انه انا كنت يعني نزيل شرف كانوا يخلوني استعملها. الزنزانه رقم خمسه كان لي شرف انزل فيها شيء بتصور شيء شهرين، يعني أول شيء 24 ساعة بالزنزانة رقم واحد بيرجع شي شهرين بالزنزانة رقم خمسة اللي هي زنزانة عادية كمان. يعني هيدي بين أول ما اعتقلوني وصدور القرار الظني قضيتهم بالزنزانة رقم خمسة. بس طلع قرار الظني اعتبروا أنه خلص صرت نزيل دايم عندهم وضيف شرف، مشان هيك نقلوني من الزنزانة رقم خمسة للزنزانة رقم ستة قضيت فيها 3 سنين. هيدي هي 3 سنين. من بعد ما قضيت 3 سنين هون لسبب ما عرفته بالضبط شو هو، نقلونا على الزنزانة رقم 3 يلي نرجع لها هلا. على الزنزانة رقم 3 يلي هيدي قضيت فيها 7 سنين كاملين. الزنزانة رقم 3 كانت اكبر زنزانة من الزنزانات يلي مرقت فيها، اكبر من غيرها بشوي، فنقلوني فيها وهي اللي ضليت فيها لحديت تقريبا تشرين الاول تشرين الثاني 2004. لسبب كان ما فهمته وقتها بده يكون حسوا انه عم بلش تتغير الاوضاع، نقلوني من الزنزانه رقم 3 ساعتها طلعوني على وجه الارض ضليت 7-8 اشهر قبل ما يطلق سراحي.
ولا يوم بالسجن كان عندي مشكلة مع الليل، باستثناء وقت اللي كانوا يعذبوا بالليل. وصور انت عم بتنام وعم بصير تعذيب وعم تسمع أصوات تعذيب بالليل، انه هيدي الايام الليالي الوحيده اللي كانت تكون صعبه، لانه هون بتفوق الطبيعه، يعني هون شغله بتفوق اي تصور. كل مره بدعس بقلب الزنزانه بحس برضا كتير كبير. ما تفكرها هينه انك تكون مرقت بهيك اختبار وطلعت منه. أنا ما بحب كلمة منتصر، طلعت ناجح بالاختبار. أنا بعرف في كتير ناس اعتبروا وقت اللي أنا أخذت قراري بالدخول إلى الاعتقال بدل السفر لبرا، مع أنه الإمكانية كانت موجودة عندي، طبعاً الإمكانية الأكبر كانت موجودة أنه أمشي مثل ما مشين كل، يعني هيدي اللهجة اللبنانية العامة، أنه مشي مثل ما مشين كل. لا، أنا ما بدي أمشي مثل ما مشين كل. حرية الرأي لازم الإنسان يدفع ثمن غالي إلى المهم. بقى كتار كانوا معتبرين اني بني شي بعقلتي، انه لمشيت معهم مع عهد الوصاية مثل ما بده، ولمشيت من البلد، وانه هيك حطيت حالي بيتمون بين نيابهم. يعني بقول لك شغلة، مثلا سنة 95 او 97 او 2000 او 2002 او 2000 لحديث 2003 و4، مين كان متصور رح يطلعوا سوريين من لبنان؟ طب مين ممكن يتصور انه بيطلعوا سوريين من لبنان؟ بطلع انا من الاعتقال. انه شغلة تفوق التصور. صارت والله ما صارت. هلا البعض بيجي بيقولوا لك انه ايه بس ما هالمره ثابت، كل مره فيها المره، ما فيك تغير شيء بالتاريخ لانه بيتغير اشياء ثاني كمان، مع إيه لو ما صار هيك كان صار شيء ثاني كمان، مش انه هالمره صارت. هو هيك التاريخ له منطق، اهم شيء نتمسك بمنطق التاريخ وما نطول بالنا. يعني بدك تتحمل انت 11 سنه باوضه مثل هيدي تيصح منطق التاريخ؟ كل القضية اللي أنا بآمن فيها واللي حملها منتهت أني قاعد بشاحنة مسجين وقاعد بزنزانة بهالحجم والحياة عم تكفي طبيعي. بالحقيقة تبين أنه مش هيك، تبين على أنه القضية بتضل قضية. لو بدهم يحطوك بزنزانة مش 6 أمتار مربعة مثل هالزنزانة هيدي، لو بدهم يحطوك بمترين وبمتر مربع كمان بتضل قضية قضية. حتى لو أنت بطلت موجود بتضل قضية قضية وبتكفي من بعد منك، أو على هامشك أو على جنبك أو على حدودك شمال ويمين، بتكفي وكأن شيئا لم يكن. هلا بعض بيسألني إنه كيف قدرت قديت هال 11 سنة وما حسيت حالك مثل كأنك ميت أنت وبهالزنزانة. ما بعرف كيف بدي أقول لك، بس ولا لحظة من اللحظات ضيعت خيط الحياة وخيط التاريخ. يعني أنا ومش عارف شو عم بصير، عارف شو عم بصير. يعني أنا وما عندي أي معطيات، كأنه واحد قاعد وعم بيشتغل بقضيته وعارف إنه واصل للمحل يلي لازم توصل له. بس أنا إذا بتطلع بهالدرجة اللي كنت حاطه قدامي، بس أنا بتطلع بهالدرجة هذا جونا في درجة، هيدا صراحة الدرج تبع محبسة عناية. هيك صور بتسألني كيف كنت تحصل على هيك صور؟ عشان لك هذا من المأخوذ، كنت مشترك بمجلة اسمها أوراق رهبانية، كل مرة على غلاف المجلة بيحطوا صورة معينة. مرة من المرات حطوا صورة درج محبسة عناية. كل يوم كل يوم كنت أقعد أنا وأطلع بهالدرج دغري. أول شي بس شفتها عرفتها، شلتها دغري حطيتها هون، أقعد أطلع على هالدرج. هالدرج كان بالنسبة لي له نهاية واضحة، يعني مثل كأنه طالع على هالدرج، طالع طالع طالع، واصل وقت بدي أوصل على مطرح اللي رايح فيه. هيدا الشعور يلي رفقني كل الوقت. هلا بتقلي ليش؟ بتقلي كيف؟ منغلط إذا منحسب كل شيء بهالحياة. في كتير إشياء ما منعرفها بالحسابات مباشرة، بس لازم تترك عقلنا اللاواعي ويقلنا شو عم بصير. بيغلط يلي بيفكر إنه هو قادر يحسب شو في قدامه. بتذكر مرة طلع علي أستاذ كريم باكرادوني، وقتها هو توكل عني بقضية كرامة من جملة المحامين. بقى مرة من المرات بيقول لي يا سمير، أنا ما ماني عارف أنت باقي بهالحبس على أي أمل خي، على أي أساس؟
قلت له ليش عم تحكي هيك يا كريم؟ قال لي صراحة أنت بتعرف أنا قديش بقرأ بالسياسة منيح، خي كل شيء عم بتطلع قدامي ماني شايف شيء بالأفق. قلت له كريم بدي أقول لك شغلة، مش معناتها وقت نحن ما نكون شايفين إنه في شيء بالأفق معناتها ما في شيء بالأفق. نحن يمكن ما نكون شايفين بس بكون في شيء هو بالأفق. على طول إذا بدك هيدا الشعور يلي كان يختلجني وبكل ثقة وبكل إيمان أنا وبالسجن. العالم بفكروا إنه هودي هيك يمكن تخيلات، مش مزبوط. يعني في الإنسان عنده حسه وحدسه يلي أقوى من أي حسابات. أنا كنت عايش على طول بهالحدس وهالحس. طبعاً عندي جملة هيدي بتقودني بحياتي كلها، وهي صراحة أخذتها عن بي، بتقول ما بيصح إلا صحيح. مزبوط ما بيصح إلا صحيح، بس بدك تنتبه مش عوقتك أنت، ما بيصح إلا صحيح عوقته هو. أنا هيك عملت طول بالي بعد 11 سنة، انتبه كان ممكن يكونوا 20 سنة أو كان ممكن يكونوا 10 أو 3 سنين. صح صحيح.